ورحمة الله، مرحبا بكم في قناتكم اعرف دينك. بإذن الله جل احنا كلها يومين وداخلين على شهر رمضان بإذن الله عز وجل، وإذا كانت أول ليلة من ليالي رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. بس في ناس كتير جدا بتخش على رمضان وهو مش مستعد، فإحنا النهاردة بإذن الله جل عاوزين نبين للناس بعض الأشياء كيف يستعد رمضان. طبعا اللي استعد، طب أنا الفرصة راحت مني؟ لا، ما راحتش منك. شهر رمضان شهر طيب وشهر خير وشهر مغفرة، فالله عز وجل يقبل عباده في أي وقت، ولكن هذه نفحات يجب علينا أن نتعرض فيها لله عز وجل. طب عاوزين نعرف ازاي نستقبل رمضان، هنسال شيخنا الشيخ عبد الله ونقول له يا شيخنا ازاي نبدا ونستقبل رمضان، ايه اهم الاشياء اللي احنا ممكن نخش بيها ونستقبل بيها شهر رمضان؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذا لقاء طيب شرفت به باخي الفاضل الشيخ علي ابو معاذ، اسال الله ان يحفظه ويبارك فيه ويبارك في هذه القناه والعاملين عليها. سؤال طيب جدا، كيف استقبل شهر رمضان؟ أولا أستقبل رمضان بالأشياء التي افترضها الله عز وجل علي بها سبحانه وتعالى، لأنني أتعبد الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث عن رب العزة سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال في الحديث: ولا زال عبدي يتقرب إلي بإيه؟ بالنوافل اللي هي جاية لك بقى دلوقتي، صلاة التراويح، كثرة قراءة القرآن، الإكثار من الصدقة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، أن تكون عبدا ربانيا، أن تكون عبدا طائعا لله عز وجل، أن تكون عبدا يحبك الله عز وجل لأجل أفعالك، لأنك تمتثل أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلن تستطيع أن تستعد لرمضان إلا بالأشياء التي افترضها الله عليك، أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها، أن تحافظ على قراءة القرآن، أن تحافظ على الصيام، وأن لا تجرح صيامك بالأعمال التي تشير هذا الصيام أو تبطل لك هذا الصيام. بهذا القدر نكتفي إن شاء الله عز وجل. طب شيخنا عاوز أسألك سؤال دلوقتي، في واحد يجي يقول لك زي ما احنا قلنا في البداية أنا ما تبتش ولا استعديت، لأن طبعا شهر شعبان بترفع فيه الأعمال الله عز وجل، لكن أنا دلوقتي داخل على رمضان، ينفع أتوب من دلوقتي وأبدأ توبتي وكمل عادي ما فيش مشاكل، ولا كان لازم نستعد من شهر أو شهرين فاتوا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. كلمة السيئات كلمة جامعة للسيئات. الذي يقبل التوبة هو الله سبحانه وتعالى، رب رمضان رب جميع الشهور سبحانه وتعالى، ورمضان هي مرحلة انتقال، لأن العبد يظل طيلة العام آبقا من سيده ومولاه سبحانه وتعالى، هربان بمعنى أصح، فبيفضل فبيدخل عليك شهر رمضان بتنظم حياتك وترجع تاني، كأنك بتعيد دورة الحياة الإيمانية اللي مفترض تكون عايش من أجلها. لأن الله قال للشيخ علي: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم إيه؟ تتقون، لعلك تحصل تقوى الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ده كل يوم مش في رمضان بس. فربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع، ومن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. لك أن تتخيل شيخنا قوله أسرفوا، أي جاوزوا الحد في الذنوب والمعاصي، هو يقول لهم سبحانه وتعالى: لا تقنطوا من رحمة الله، حتى لو أنت في رمضان وكنت تعصي الله عز وجل، فأقبل من الوقت الذي يكون بعده، أقبل على الله عز وجل، أقبل على الله بما يحب ويرضاه ربنا سبحانه وتعالى. هو الذي يقبل التوبة، هو الذي يغفر الذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ولكن بشرط: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. متى سترجع إلى الله أخي وحبيبي في الله؟ طب سيدنا دلوقتي سؤال ونختم به حلقتنا، إيه الأشياء اللي أنا ممكن وأنا داخل لرمضان تعني وتكون أسباب
معينة لي على رمضان، مثلا زي الصحبة زي كذا زي كذا، ايه الاسباب اللي ممكن تعيني على ان انا اكمل رمضان لاخره من غير ما افطر او ارجع للي انا كنت فيه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسباب المعينة على حسن الاداء في شهر رمضان: اولا الصحبة الصالحة، الرفقة الآمنة التي تسير معها إلى الله عز وجل. ولذلك ربنا قال في كتابه العزيز، وآية جميلة جدا وكلنا بنقرأها يوم الجمعة، قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم إمتى؟ بالغداة والعشي. عايزين الناس دي، قال الله عز وجل: يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. اوعى تلتفت، إياك أن تلتفت. وقلت قبل ذلك قصة أظن كانت في هذه القناة، أن رجلا رأى امرأة جميلة فنظر إليها فأعجبته، فقال لها: أريد أن أتزوجك. فقالت له: لماذا؟ قال: أنا ما رأيت أجمل منك. فقالت له: انتظر، فإن أختي ستأتي خلفي، هي أجمل مني بكثير. فنظر خلفه يا شيخنا، ثم لم يجد شيئا، ثم انتبه ونظر إليها مرة ثانية فقال لها: أيتها المرأة، لم أجد شيئا. فقالت له المرأة: لو صدقت، أي في حبك لي وأنك تريد أن تتزوج مني، ما التفت إلى غيري، فإنك زعمت أنك تحبني وأنك تريد أن تتزوجني، فلما أخبرتك أن خلفي من هو أجمل مني التفت إليه. كذلك الله أخبرك بالجنة وأعد لك الجنة وأعد النار أيضا لمن خالف أمره سبحانه وتعالى. ولذلك في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما تسمع اسم النبي تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كل أمتي شايف الكلمة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول؟ إزاي في حد عاقل يأبى يا شيخ علي، حد يرفض الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حل بسيط خالص، قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الرفقة الصالحة أن تتسلى بما تسلى به الأنبياء من ذكر السلف الصالح وذكر ما حدث للأنبياء وذكر طاعة الأنبياء وذكر طاعة السلف الصالح لربهم سبحانه وتعالى. يعني على سبيل المثال، كان البخاري رحمه الله يختم القرآن في اليوم في رمضان، وهذا مما يسره الله لخلقه سبحانه وتعالى. حتى ذكر عن الشافعي أنه كان يعد ختمات كثيرة في نهار رمضان، أو يقال أنه ختم ختمتين، ختمة بالليل وختمة بالنهار، وهذا لا يستطيع أو أن تستوعبه العقول إلا لمن ألان الله له القرآن. إلا لمن، يعني سيدنا علي وسيدنا عثمان وعبد الله بن مسعود وغيره قاموا الليل بالقرآن كله، الليل كله بالقرآن كله، لأن الله ألان لهم القرآن. ولذلك في الحديث قال: يقال لصاحب القرآن، يعني اللي بتدور على صاحب يعينك في رمضان، فإن النبي وصف أن القرآن يكون صاحب لك. يقال لصاحب القرآن إمتى؟ في الجنة في الآخرة. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل، زي ما كنت مصاحب القرآن والقرآن كان أنتيمك وكان صاحبك في الدنيا، ارتقي بقى بسبب القرآن. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. وكذلك لم أخذش حالي، وكذلك صاحب القرآن يرتقي في الدنيا بالقرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل. فإن القرآن، ونختم بها، لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير الأنبياء، ولما نزل في ليلة القدر فكانت خير الليالي، ولما نزل في خير أمة كانت خير الأمم، ولما ينزل في قلب عبد كتاب الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالقرآن يزيد من خيرية العبد. بسيدنا جبريل طبعا، ونزل به جبريل عليه السلام بهذا القدر نجتزئ على هذا السؤال. عم أحمد عاوز يسأل سؤال. اتفضل. الذي يضيع رمضان، الذي يضيع شهر رمضان، المسلسلات، وهي اسم على مسمى، فإنها تسلسلك وتقيدك. المسلسلات تسلسلك وتقيدك وتصرفك عن طاعة الله عز وجل. الأصل شيخنا والشيخ علي طبعا يذكرنا بقوله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. سمعنا كده شيخ علي عن قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعن سلسلة هذه المسلسلات لمن يتسلسلون بها في شهر رمضان وينصرفون عن طاعة الله عز وجل. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون. ابن عباس قال يعبدون أي واحد، والإنسان ما خلق إلا لعبادة. يعني عم الشيخ يعني أنا أقعد 24 ساعة أعبد ربنا؟ هقول لك لا حضرتك، وده مفهوم خاطئ للعبادة، لأن مفهوم العبادة الواسع إن حياتك كلها تكون لمين؟ لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أنت زي ما حضرتك في وقت للعبادة، إحنا مش بنقول لك لا كل واشرب ونام والعب وهيص، ولكن اجعل هذه الأشياء في أمور مباحة، صح ولا لا يا شيخ؟ صح، أمور مباحة، افعل كل ما أباحه الله عز وجل لك، لكن لا تجعل أمور الدنيا تشغلك عن أمور إيه؟ عن أمور الدين. زي ما قلنا قبل كده واتكلمنا برضه، كنت في حلقة تكلمت فيها إن أنا ممكن أخلي لعبي وشغلي، وإن أنا لو حران في يوم حر زي النهاردة كده ودخلت استحمى ممكن أجعل ذلك عبادة لله عز وجل. إزاي يا عم الشيخ؟ أنا داخل استحمى وواحد تاني داخل يغتسل، إحنا دين داخلين نغتسل، هو داخل يغتسل عشان حران، وأنا دخلت عشان النبي، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطره الإيمان، والله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. رحت عملي في رمضان عشان خاطر ما سيبش عيالي جعانين. النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول. يبقى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يبقى أنا مخلوق ليه؟ مخلوق للعبادة، ولكن أصل هذه العبادة أن تكون مع التوحيد، إن أنا أصرف عبادتي كلها لمن؟ لله عز وجل. احفظها مني كلمة، أنت عبد وليس للعبد أن يخرج عن طوعي سيدي سبحانه وتعالى. أدعو الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يعتق رقابنا فيه من النار. شرفنا اليوم في قناتكم اعرف دينك بشيخنا الشيخ عبد الله، وانا سعيد جدا والله ان احنا التقينا النهارده، والتقينا بغير ميعاد. لو ترى انا جاي بدري وهو هيجي بعدي، بس احنا انا اتاخرت وهو اتاخر، ربنا جمعنا، وادعو الله جل ان يجعل ذلك في ميزان حسناته. من شرف من شرف اللقاءات والله شيخ علي، ان يلتقي المرء باخوانه واحبابه الذين يعينونه على طاعه الله عز وجل وعلى طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين وهم من خير العباد الذين اذا رايتهم يذكرونك بالله سبحانه وتعالى، ان ترى اخوانك في الله يذكروك بالله عز وجل. ولذلك كان الصحابه الكرام اذا فقد الرجل منهم صلاه، اي صلاه من صلوات الجماعه، يذهبون اليه يتفقدونه، هل مرض، هل حدث اليه شيء، فاذا لم يكن له عذر فيعزونه في أنه لم يأتي المسجد ولم يأتي طاعة الله تبارك وتعالى، أو شغله شيء من الدنيا عن أمر من أمور الآخرة. فشيخنا الشيخ علي بارك الله فيه وحفظه الله، وأسأل الله أن يتقبل منه وأن ينفع به وأن يعلمنا منفعنا وأن يزيدنا علما، إنه لذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.